حاجه باش تريح، ماناش حابين نعيط. كيفاش خويا نور الدين؟ قلت لك راك توصي فيا على الوالدين، الوالدين هذا هو صاحبهم رب العالمين سبحانه عز وجل. عز وجل والرسول. وي والرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لك الجنه تحت اقدام الامهات. وهذه الاميمه هذه راه ربات اولادها الرجل والمراه، يعني محسوب كيف الدنيا هذه والاولاد والاخره. نساوها القلوب هذه شويه كساحت. ايه كساحت. بصح انا راني مضيع حياتي عليها، وهذه واجب عليا، واجب عليا ان شاء الله، لازم نواصل حتى لاقصى درجه بحول الله وقوه ربي. بطوله ان شاء الله. ونشكركم انتم اخواتي راكم جيتوا من الجزائر وش حنا ما عندك ما نشكر فينا راك خونا. بارك الله فيكم. احنا مرسولين ان شاء الله. الناس عطاونا امانه. ربي يحفظكم كاع ان شاء الله. يا اخي شديت الامانه. ان شاء الله شديت الامانه. نعم بارك الله فيك. بارك الله فيكم. احكي كيفاش على المفتاح. المفتاح قلت لك هذا واش من المفتاح بصح تاع الخزانه؟ لا 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 المفتاح هذا معنى نحسب حكمه كما نقول احنا، حكمه يعطوك الوالدين العطايحهم. راك عارف درك بين كما نقولوا في رمشات من العين جا خبر كاع واحد اخر سبحان الله. إيه كاينه شنو طفي طفي إيه. مش يعني الهضره ما كاش مشكل اهضر اهضر. هي كاين جات واحد السيد تليفون القبيل قال لي راك عارف الولايات هذون تاع الولايات بخصوا هذا السيد هذا الولي هذا، قال لك فعد كاع كيما هذه كيف شوف بين رمشاتهم العين. شوف ربي ما شاء الله الصراحه مليحه. ايه سبحان الله. باش الناس تعرف واش صاري. والله العظيم يا خوتي قاضتني ديك الخطره كي قال ضربه هنا، قال له راهم دخل كيما خويا الياسر، قال له راهم ياسر الناس كيما هذون، قاعد الناس يعرفهم كيما هذون. على ما عاودتهمش. تقضي دير ليستا كاع تهنى من أزمة السكن. والوالي الوالي كي جا تقدم منا اسمح لي كان الوالي كي جا واش قال لكم؟ الوالي بعث لي انا به في البيرو نتاعو هضرتنا وياهم. ومن بعد بعث هذو اللي مثلوه هنا جاو المكان اين المكان هذا قال لكم جينا نتحققوا. ما صدقوش. اي خذوا الاجراءات ومن بعد بداو شويه راك عارف يديروا في العراقيل. يديروا في العراقيل هنستناو هذا السيد وكاش ما عندو حاجه مخبيه مانيش عارف يتحاولوا به يليكيدو يهربوا من الواقع. اي يهربوا من الواقع. وانما برب العالمين ان شاء الله. ربي يحفظكم اخينا. ربي يبارك فيك ان شاء الله. ربي يحفظكم ان شاء الله. وختامها مسك ان شاء الله. ان شاء الله برب العالمين. ربي يبارك فيك. وسلمونا على صحبة الجزائر. ربي يحفظكم ان شاء الله. وخاوتنا كاع اللي سمعوا بينا واللي عاونونا واللي بكاو كل خاصة اللي خارج الوطن. خاصة اللي خارج الوطن هذا. وانما هذه راها هذه عاد راك تشوف فيها العزوج هذه. الشهداء الاحرار قسلتهم بيديها. الشهداء الاحرار وشوف كي راها تتمرمى الضرب. هذه ماهيش حق ماهيش حق. يلطف ربي ان شاء الله. سبحانه معظم شانه. ان الله يمهل ولا يهمل. شدنا في ربي والرجال اللي وقفوا معنا. انا حاس بها الحمد لله من فضل رب العالمين. كي شغل الشجره الا كانت يابسه وسقاوها. الحمد لله راهم جاونا من باتنا كثر خير ربي ان شاء الله. جيتونا انتم من الجزائر كثر خير ربي كثر خيركم ان شاء الله. جاو ناس قبلنا من الجزائر. جاو واحد جانا من الجزائر الحمد لله مثل واحد جانا يدير كاسكيطه. تاع ستار ستار تايمز. ايه ثاني. فطروا عندنا هنا ما شاء الله. واللي للزوجه عاد مشقل راحوا جاوا حضروا المهم. نعم حضروا بارك الله فيكم. يعني خذوا بالدور تاعهم ان شاء الله رب العالمين يعطيهم الصحه. ومازال الناس حاسه بكم ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله ربي يبارك فيكم ان شاء الله ما نشدوكمش ياسر ان شاء الله. ربي يبارك الله فيكم. ليله سعيده ان شاء الله. سلامه صح خالتي راكم شتي بعينيكم. نقول لكم ان شاء الله غدوه كش ما يكون ابديت جديد ان شاء الله نمدوه لكم. كان معكم اخوكم الجيريان زنده واخوكم كريم. ليله سعيده.